السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كلشي بخير. اليوم بغيت نوريكم واحد الشرح ديال الناس اللي هما مبتدئين وما تعرفوش يسويو الجمبري. هو بغيت نوريهم واحد لابليكاسيون اللي هي زوينه بزاف، واصلا انا مره تنسوي بها الجمبري حيت انا عندي الاكوردور في الكوليزور. هاد لابليكاسيون سميتها بانو دينر، هي هادي هادي بانوتينال. هاد لابليكاسيون هادي الى بنادم بغا يسوي الجمبري راه مزيانه بزاف. المهم دابا الجمبري الى بغا يسويه بنادم خصو ديما يسويه على الصول والري والري. الصول تتساوي به التحتيه لتحت، والري تتساوي به الندوة، والدير تتساوي به الري حتى هي. والصول هو حرف جي كما تشوفوا دابا، هذا حرف جي، وانتوا هي حرف دي كما تشوفوا في الاكوردور، هي حرف دي. ودير حتى هو تتساوي على حرف دي. مثلا نعطيكم اكزومبل، انا غادي نطلع واحد المساويه شويه ل ا. بنادم الى بغا عاوتاني مساوية طالعة يقدر يساوي على أ كما تشوفو دابا. أ دابا هادي مساوية أ، وهادي طلع شوية ندوة ل أ. كما تشوفو هي تبان ليكم داك الفليش خضر، يعني راه لاكورد راه مساوية. نساوي على او، نساوي الدير الفوقاني على او، عفوا. هاد ا مساوية دي دوك الناس اللي بغاو مساوية طالعة، والناس اللي تيحبو المساوية الهابطة يساويو على الصول. هادي هي المساوية اللي هي تيرتاحو فيها قاع الدراري اللي تيضربو القنبل. غنرجعو تاني نجي وبغيت نقوليكم على القضية، راه كاينه جي عاديه وكاينه جي دياز، يعني الصول عاديه والصول دياز. دابا هادي راه الصول دياز، واللي من تحت اللي تحت من هذيك الجي اللي فيها بي هي جي عاديه. هادي هي المساويه دابا الطالحه، هادي هي الطيحه، هادي هي جي عاديه. الى سوينا دابا في الصول عادي ماشي الصوت ديال، نقدر نساويو في نقدر نساويو في الندوة دي عادية. دابا هادي دابا دي دياز، يعني ري دياز. غادي نمشيو دابا لدي عادية كما تتشوفو، هادي دي عادية. كاين بعض المرات راه طيطيحو ولا طيطلعو، المهم نحاولو معاهم فهمتيني حتى نقدوهم، حيت داكشي عادي. عاوتاني الدير هنهبطو عاوتاني لدي عادية، هادي هي المساوية الطايحة. مساوي مزيان 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 كما قلت لكم، كاينه جي وكاينه جي دياز وكاينه ا وكاينه ا دياز. هادو هما المساويات اللي بغا عاوتاني مساوية الطيحة. راه كاين فا، كاين حرف فا، كاين فا كاين فا دياز وكاين فا عادية. كل واحد يساوي مساوية اللي بغا هو. ونتمنى هاد الفيديو هذا ينفعكم وهاد الشرح هذا ينفعكم، وشكرا بزاف.